يكون في معلومكم بقى، احنا مش هنتحرك ولا نتحتح من هنا الا لما يطلع بسلامه الله المعلم خربوش. بس احنا كده يا جمالات هنتاخر على مولد السيد البدوي. يا اختي لا نتاخر ولا حاجه، ده كلها 3 4 ايام وينورنا هنا. انا بقول يعني عشان نلحق نلاقي مكان نشتغل فيه، ولا ايه يا عم حسن؟ جرى يا ست عسليه، خلي كلامك معايا انا. عسليه قلبها على الفرقه يا جمالات، ولا انت ايه رايك يابا؟ والله يا بنتي اللي تتفقوا عليه انا موافق عليه. ما تتحميش في ابوكي قوي كده يا بنت، الكلمه هنا حبيبتي كلمتي والشوره شورتي. عاجبك اللي بتقوله جمالات ده يابا؟ والله يا بنتي جمالات عندها حق. لا يابا احنا ما حدش يحكمنا. بقول لك ايه يا حبيبتي، احنا مش متحركين من هنا الا رجلين على رجلين المعلم خربوش، وهنروح له السجن ان شاء الله وهو طالع بالسلامه ونرقص له مع بعض. ازيك يا عسلية؟ ايه ما بدري؟ كفارة. يا نوسة ما جيتيش تسابريني يعني وانا خارج من السجن؟ هو انت بتلحق تخرج عشان تدخل يا خربوش؟ ولا البعيد ما بيفهمش؟ انا ما بفهمش غير حاجتين اتنين، ما خدتش، ما شفتش، ما عرفش، وان نوسة بتاعتي نوسة ملكي، نوسة مش لغيري. يعني نعيش عيشة فل ولا نموت احنا الكل؟ موت لوحدك يا اخويا. ما بموتش غير فيك انت يا نوسة. يلا هات منك ليه؟ دور يا اسطى. دور يا